المفروض أكدوا عليا كده إن الدنيا اشتغلت. تمام. تمام، الريكورد اشتغل. اوكي طيب، النهارده هنعمل ايه؟ هو خلينا نتكلم الاول، احنا خلال الترم هنعمل ايه في موضوع المعمل عامه؟ الفكره في موضوع المعمل ان احنا هنشتغل على الواير شارك، اللي هو سوفت وير بيخلينا نشوف الباكتس اللي ترانسميتد ان اند اوت اوف الجهاز بتاعنا. هو يعني لو حد عايز يتكلم يا جماعه اتكلموا على طول، بلاش حد يريز هاندز وكده، يتكلموا على طول. حد كان عايز يقول حاجه تقريبا. معلش يا باشمهندس، هو الاتندنس في اول اللاب ولا في اخر؟ لا لا، النهارده مش هناخد اتندنس ان جنرال. بقى في الماده عامه الاتندنس هنبقى بناخده، بس انما ما يعني ما عليهوش درجات، بناخده بس عشان المفروض نريكورد اتندنس، يعني ده خلال الترم عامه في التوتوريالز واللابس، انما في النهارده انا مش هاخد اتندنس يعني، وهو ما عليهوش درجات ان جنرال يعني. اوكي ده بالنسبه للاتندنس. قلنا ان احنا بقى في خلال المعمل هنبقى بنتكلم على، بنشتغل على سوفت وير اسمه الواير شارك، وهنبقى غالبا اللي بيحصل ان احنا كل مره بنبدا بان احنا نشرح ملخص كده سريع على ايه اللي هناخده في المعمل، وبعد كده نبدا نشتغل على الاجهزه. اوكي هيبقى في كل لاب مطلوب مننا ان احنا سواء بقى واحنا قاعدين في اللاب او بعد ما تروحوا، ان هيكون فيه على الال ام اس زي كويز. هو مش كويز بمعنى انه اختبار قد ما انه بمعنى assignment، بس هو في هيئه كويز يعني. اوكي يعني ام سي كيو او كتابات او يعني اجابات مختصره او هكذا. تمام، ده هيكون مطلوب منكم ان انتوا تسلموه، بيكون هو نفس اللي احنا بنعمله في المعمل بس في هيئه اسئله ام سي كيو او اجابات مختصره، بحيث ان احنا يعني ده بروف ان انتوا عملتوا شغل المعمل كانه لاب ريبورت يعني. اوكي فده هيبقى مطلوب منكم، هيبقى بيتفتح مع بدايه المعمل، يعني مثلا لو احنا النهارده بندي لاب 1 فهيبقى مفتوح النهارده لغايه لما يبقى لاب 2 اوفرد. لاب 2 بالنسبه لنا هيبقى الاربعه، مش اللي جاي لا اللي بعده. تمام، لما يجي لاب 2 هيتفتح بتاع لاب 2 هيفضل مفتوح اسبوعين لغايه الاربعه اللي بعده عشان يكون فردي وزوجي حضر. فطبعا هو في ناس هيبقى عندهم فرصه انهم يعملوه خلال اسبوعين وناس خلال اسبوع، بس ده يعني صعب ان احنا نتحكم فيه، وهو كده كده الموضوع ما بياخدش منكم ساعه تقريبا او حاجه، فمش هتفرق قوي يعني، مش مجهود كبير. واللي هيبقى قادر ان هو في المعمل يعمله من الموبايل او من الجهاز اللي قاعد عليه او وات ايفر هيبقى خلصه في المعمل وخلص منه يعني. كيف هو ده نظام غالبا المعمل اللي هيتم يعني. خلوني كده شير سكرين واوريكم على الاقل مقاس الدنيا بيبقى شكلها ازاي. هو كده ظهر عندكم الشاشه؟ تمام. تمام، طب هتلاقوا كده هنا في اللابس، وبعدين ثلاثة كومبوننتس دايما هتلاقيهم بيتكرروا في كل اللابس. أول حاجة اسمها اللاب رايت اب. اللاب رايت اب ده هو البي دي اف دوكيمنت اللي احنا هنبقى بنشتغل منه في اللاب. طبعا انتوا في المحاضرة عرفتوا ان احنا بنشتغل من كتاب اسمه نتوركينج توب داون ابروتش، ودي اللابس بتاعت الكتاب ده. تمام، هو الميزة ان هو بيديك بي دي اف فيه كل الداتا، يعني شويه شرح بسيط في الاول وبعدين الاسئله وبعدين بيقول لك بالظبط تعمل ايه. هو رغاي شويه بس هو لطيف. تمام، وفي نفس الوقت الاسئله اللي على ال ام اس هتبقى هي، يعني لو بصيتوا معايا سوري لو رجعنا كده لل ام اس هتلاقوا في هنا الكويز اللي هو المفروض يبقى مطلوب منكم تعملوه، هي هتبقى الاسئله اللي جواها هي نفس الاسئله اللي في الرايت اب، ف يعني مفيش اديشنال ورك هيتعمل. اوكي وفي النص حاجه اسمها التريس فايل، ده خلونا نتكلم عليه شويه يعني بعد شويه، بس فكروني ان احنا هنتكلم على ايه التريس فايل اللي على ال ام اس ده، عشان ده اللي هتستخدموه وانتوا بتجاوبوا الايفالويشن ده. اوكي لحد دلوقتي تمام يا جماعه؟ تمام تمام. حد كان بيسال حاجه ولا بس بيقول تمام؟ لا تمام تمام تمام. طيب ده اللي هتلاقوه بيتكرر كل لاب، يعني هتلاقوا مثلا لاب 1 وفي لاب 2 برضه هيبقى ليهم نفس الثلاثه ايتمز دول، لاب 3 وهكذا لغايه لما نخلص يعني. اوكي فده نظامنا خلال الترم في اللابس يعني. اوكي خلونا بقى النهارده نتكلم على الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عليها، اللي هي لاب 1. لاب 1 ده عباره عن انتدكشن. تمام، اهميته ان احنا نتعرف على السوفت وير اللي احنا هنستخدمه اللي هو الواير شورك او الباكت سنيفر ده. تمام ثواني كده معايا.
طيب انا في الاول بس قبل ما ابدا اشتغل هكلمكم شويه على حاجات المفروض ان انتوا خدتوها في تشابتر 1 بقى مع الدكتور. تمام، احنا اتكلمنا مبدئيا على اللاب اورجانيزيشن، الدنيا هتمشي ازاي، والال ام اس اساينمنت اللي هنعمله كل مره بناخد اللاب. وبعدين المره دي بقى اللاب بتاعنا قلنا ان هو بيتكلم على ازاي هنستخدم الواير شارك، ومينلي في الاول عايزين انترو كده عن يعني ايه ريفرنس مودلز، ايه هي الاو اس اي موديل، ايه هو التي سي بي اي بي موديل، ويعني ايه داتا انكابسوليشن، عشان هو ده البيزك اللي هنشتغل عليه في المعمل بتاع النهارده والمعامل اللي جايه كلها، انه الواير شارك ده بيقرا لنا ايه، ويعني ايه معنى الكلام اللي هو بيقراه ده. تمام، فالاول خلينا نتكلم عن ايه ريفرنس موديل. انتوا زي ما انتوا عارفين من اللكتشر ان احنا النتورك سواء الانترنت او اي نتورك، حتى النتورك اللي عندك في البيت واتيفر، فيها ديفايسز كتير جدا بمختلف انواعها. يعني ممكن يبقى عندك موبايل وعندك لابتوب وعندك سيرفر وعندك راوتر، عندك برينتر، عندك اي نوع من انواع الاجهزه، ايذر ايفن حتى انه ممكن الثلاجه تبقى داخله على النتورك. فالاجهزه دي عشان تتعامل كلها مع بعضها، وعشان انا اكريت جهاز جديد بيتعامل على نتورك، فلازم كلنا يبقى لينا زي يونيفايد لانجويج كده بنتعامل بيه. تمام، وفي نفس الوقت لو انا مثلا كسوفت وير ديفلوبر بعمل ديفلوبمنت لسوفت وير جديد على الكمبيوتر، حاجه شبه التيمز مثلا اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، فانا مش محتاجه ان انا ابقى عارفه كل تفاصيل النتورك، بمعنى ان انا مش محتاجه ابقى عارفه الكيبل اللي هيمشي عليه الداتا اللي انا هبعتها كوكسل ولا فايبر ولا نوعه ايه ولا نحاس ولا ايه قصته. مش محتاجه ابقى عارفه لما انا هبعت داتا من عندي لعند عندكم دلوقتي وانتم بتسمعوا الفيديو ده، الكلام ده هيمر على باث شكله ايه، يعني هيطلع من الكمبيوتر بتاعي يروح للراوتر بتاعي، وبعدين يروح للانترنت سيرفيس بروفايدر، وبعدين يروح لكم، راوترز كتير ودنيا كتير في النص، وهيعدي على محطات في النص كتير. فانا مش محتاج اعرف تفاصيل الكلام ده، مش محتاج اعرف حتى ان الكمبيوتر بتاعي هيقسم الداتا دي بشكل عامل ازاي، ويبعته من الاي بي ادرس بتاعي الاي بي ادرس تاني بشكل عامل ازاي. كل ده مش محتاج اعرفه، انا المفروض اركز في الفانكشناليتيز اللي انا عايزاها، ولما اكون محتاجه حاجه النتورك تعملها لي يكون عندي زي ابستراكشن كده، لاير اوف ابستراكشن، حاجه زي انترفيس اكول فانكشن معينه. انا مش عارفه انتوا خدتوا بروجرامنج ايا كان ايه نوعه ولا ما تعرضتوش خالص للبروجرامنج؟ سي بروجرامنج. عارفين يعني ايه اكول فانكشن صح؟ عارفين. تمام، فيبقى انا ايه بس يبقى متاح لي شويه فانكشناليتيز كده، يعني مثلا بابستراكشن، يعني زي سند داتا وبديله الداتا مثلا، يعني كريت سيشن وبديله الاي بي اللي انا عايز اتكلم معاه. فيبقى في زي لاير اوف ابستراكشنز كده انا بتعامل معاها وماليش دعوه بايه اللي بيحصل بعد كده. فالكلام ده بيكون يعني طريقه تنظيمه اللي هو كل الناس بتبقى متفق عليها، هي اسمها الريفرنس مودلز. تمام، فاحنا عندنا نوعين مشهورين من الريفرنس مودلز دول، واحد اقدم شويه اللي هو او اس اي موديل، وواحد احدث شويه او اللي هو غالبا بنتعامل بيه في الكتاب ده اللي هو تي سي بي اي بي موديل. تمام، فخلينا نتكلم اكتر هنا مثلا ده الاو اس اي موديل. فلو بصينا عندنا ديفايس اي وديفايس بي، دول تو كمبيوترز وعايزين يكومينيكيتوا، وفي النص في انترميديت نودز. انترميديت نودز دي ممكن تبقى سويتشز، ممكن تبقى راوترز، ممكن تبقى وات ايفر ايه في النص يعني. اوكي، فهتبصوا تلاقوا الريفرنس موديل ده بيقسم الدنيا لسبعه لايرز. اوكي، كل لاير مختصه بشويه فانكشناليتيز، وطول ما انا بكريت سم سوفت وير او هارد وير للاير معينه انا ماليش دعوه باللايرز اللي تحتها. اوكي، انا مش مهتم. يعني لو كريت ابلكيشن، الابلكيشن ده زي ايه مثلا؟ زي الويب براوزر، زي تيمز، زي اي وات ايفر ابلكيشن بيشتغل على نتورك، فانا ماليش دعوه ايه اللي بيحصل في كل اللايرز اللي تحت دي، انا مهتمه بشويه فانكشناليتيز اللاير اللي بعدي على طول بتديها لي. اوكي، فانا في وجهه نظري كديفايس اي انا بتعامل مع ديفايس بي دايركتلي، انا بتعامل ابلكيشن تو ابلكيشن. اوكي، في اللاير اللي هي لاير 7 دي ماليش دعوه ايه اللي بيحصل في النص، انما اكشولي ايه اللي بيحصل، انا ببقى عايز ابعت داتا لديفايس بي، فبديها للابلكيشن لاير، تديها للبرزنتيشن لاير، بعدين تديها للسيشن، للترانسبورت، للنتورك، للداتا لينك، للفيزيكال، بعدين تبدا تتنقل على الانترميديت نودز، تطلع تعمل لها اناليسز وتنزل تاني، تروح للي بعدها وهكذا لغايه لما تروح لديفايس بي الفيزيكال لاير بتاعته، تطلع لغايه الابلكيشن لاير. ده اللي بيحصل اكشلي، انما انا وانا في ديفايس اي انا مش شايفه غير ان انا بتعامل مع الابلكيشن لاير بتاعه ديفايس بي على طول. اوكي، طيب الابلكيشن لاير زي ما قلنا هي بتهتم بالابلكيشنز اللي بتشتغل على النتورك، زي حاجات كتير، الويب براوزر، التيمز، وات ايفر يعني. اوكي،
طيب الـ presentation layer بتهتم أكتر بإن إزاي الـ data دي بتبقى encoded أو إزاي بتعملها encryption، إزاي بفورمات الـ data دي. الـ session layer بتبقى مهتمة أكتر بإن هي إزاي بتعمل session between الـ host A والـ host B بحيث إن هما يقدروا يكومنيكيتوا عليها. الـ transport layer بتكون مهتمة بإنه إن هي تتأكد إن الـ data اللي مبعوتة لـ device B دي وصلت له فعلاً ووصلت له صح. النتورك لاير بتبقى مهتمه بالراوتنج اللي هو الداتا اللي انا ببعتها دي هتمشي في مسار شكله ازاي لغايه لما توصل لديفايس بي، يعني هتروح للراوتر الفلاني وبعدين الراوتر العلاني وهكذا لغايه لما توصل. الداتا لينك لاير بتكون مهتمه اكتر بالنكست هوب بتاعتي، يعني انا دلوقتي في ديفايس بي وبعدين رحت للانترميديت نود الاولاني، الكوميونيكيشن دي هتحصل ازاي، ازاي هبعت الداتا دي بشكل سليم من الهوست بتاعي للنود اللي بعتها على طول. انما الفيزيكال لاير بتبقى هي مهتمه بالفيزيكال اللي هي البيتس اكشلي الاسلاك الوايرنج سواء وايرلس او وايرد او هكذا. تمام، طبعا هو الكلام يبان كتير كده بس احنا اكشلي هنبقى خلال الترم بنمسك لاير لاير نتكلم على البروتوكولز اللي فيها ونوضحها بشكل اوضح، فعلى اخر الكورس هتكونوا فاهمين الكلام ده اكتر من ان هو كلام في الاول كده بيتقال. اوكي، انا وانا بقول هناخد في كل حاجه منهم بروتوكولز، فعايز اتكلم يعني ايه بروتوكول اصلا. حد يعرف يقول لنا يعني ايه بروتوكول؟ هو في حد فتح المايك بس ما اتكلمش، يعني اتكلموا على طول يا جماعه، ما يعني ما تستنوش ان انا هشوف هاندز. هو شكل اليه التخاطب اللي بتحصل بين الجهازين. مظبوط، يعني زي كانها رولز او لانجويج احنا الاثنين بنتفاهم ان احنا ازاي هنتواصل مع بعض بيها. يعني زي ما مثلا انا هكلم واحد في امريكا فهو ما بيعرفش غير انجلش وانا بعرف انجلش فاحنا هنتكلم بالانجلش مثلا، فهو ده البروتوكول الرولز اللي احنا هنتكلم بيها، طريقه ان انا ازاي هبعت لك الداتا وازاي انت هتستقبلها وازاي هترد عليا وهكذا، دي يعني معنى البروتوكول. يعني فكل لير من دول بيبقى فيها شويه بروتوكولز المشهوره بتاعتها. اوكي، ده الكلام اللي انا قلته تقريبا على الـ OSI model باللايرز بتاعته، كل واحده بتكون مسؤوله عن ايه. احنا كنا قلنا ان في نوع تاني من الريفرنس مودلز اللي هو TCP IP model اللي هو مستخدم اكتر حاليا، اللي هو شكله بالمنظر اللي قدامنا ده. هتلاقوا ان احنا عندنا هنا بس 4 layers وساعات بيكتبوهم 5، تمام، بس يعني mainly هو تقريبا واخد الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن ضممهم مع بعض في one layer اسمها application، او بيقول انه يعني البرزنتيشن والسيشن انت لو محتاج شويه فانكشناليتيز منها حطها معاك في الابلكيشن بتاعك. اوكي، وبعدين الترانسبورت والنتورك هما بيادوا نفس المهمه اللي كانت في الاو اس اي ريفرنس موديل. النتورك اكسس بتهتم بالديتا لينك والفيزيكال لايرز اللي هي موجوده في الاو اس اي موديل، وساعات بيقسموها اثنين بيكتبوهم عادي ديتا لينك وفيزيكال. اوكي، يعني ساعات تلاقوهم مكتوبين اثنين وساعات بتلاقوهم واحده اسمها نتورك اكسس. اوكي، على اليمين هنا هتلاقوا جنب كل لاير انا حاطه شويه بروتوكولز من المشهوره قوي فيه، وهتلاقوا معظم الحاجات دي انتوا سامعين عنها. يعني مثلا ال HTTP حد ممكن يقول لنا ده بتاع ايه؟ ده بتاع الويب سايت، بتاع الويب براوزنج او الويب سايت. انت اي ويب سايت عشان تكولت، هو انت عشان تكولت يعني كانك بتجيت منه ويب بيج، الويب بيج دي عباره عن فايل، فالريكوست اللي انت بتبعته والريبلاي اللي هو بيجيبه لك ده احنا هنشوفه اكتر في تشابتر 2. ده البروتوكول اللي بيتعامل مع القصه دي هو ال HTTP. الاي ماب والاس ام تي بي حد سمع عنهم؟ هو من دي الاس ام تي بي اظن برضو معظم الناس تكون سمعت عنه. يعني طيب هما الاي ماب والاس ام تي بي دول بتوع الميلينج، يعني مختصين بابلكيشن الميلينج عامه، والدي ان اس ده ممكن نتعرض له برضو في الكورس اللي هو الدومين. بس وحضرتك بتشرحي اخر حته الصوت قطع ما حدش سمع. طيب هو انا ما كنتش بقول حاجه، انا كنت مستنياكم تردوا عليا. كنت بسالكم الاي ماب والاس ام تي بي لو حد سمع عنهم بيكونوا بتوع ايه. سامعني دلوقتي طيب ولا ايه؟ سامعين. تمام، ان هي للميلينج. تمام، والدي ان اس لو حد سمع عنه هو الدومين نيم سيرفر او سيرفيس. ده بيكون ايه اهميته، حد سمع عنه قبل كده؟ هو انا بشوفه في الصفحه بتاعه السيتنج بتاعه الراوتر بس انا مش عارف هو ده ايه. تمام، حد طيب عنده فكره تاني؟
هو الاكسس بتاع السيرفر اللي انا بستخدمه عشان اتصفح من عليه النت. تمام، اقرب شويه، حد عنده تعريف ادق شويه؟ اللينك بتاع اي موقع هو مجموعه من الارقام اللي هو الدي ان اس، فبدل ما اكتب الارقام ديت بكتب الكلام. مظبوط. بصوا انتوا المفروض لو انا يعني ببراوز وداخل على جوجل، يعني فهو الويب سايت www.google.com، فده نيم يعني هيومن فريندلي، يعني اقدر انا احفظه بسهوله. انما الكمبيوتر ما بيتعاملش بالاسم ده، ما يعرفش يعني ايه جوجل، هو بيتعامل بحاجه اسمها اي بي. الاي بي هنتعرض له اكتر في التشابتر اللي بعد الجاي يمكن، او هنشوف النهارده. يعني هو اي ديفايس على الانترنت لازم يكون اي بي، ده الادرس بتاعه، والاي بي ده عباره عن 32 بت اوف زيروز وونز. اوكي، مين اللي احنا بنجمعهم في بايتس، يعني كل 8 بت مع بعض وبينهم نقطه. فمثلا هتلاقوه زي 192 168 1 0، وكل الرقم اللي انا قلتهم دول بينهم نقطه. تمام، طبعا ده حاجه صعبه جدا ان الناس تحفظها. يعني تخيل انت مثلا بتدخل على 30 ويب سايت في الحياه العاديه بتاعتك، هل سهل ان انت تبقى حافظ الاي بيز بتاع 30 ويب سايت؟ اكيد صعب. فهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا قول هو ال دي ان اس ولا الاي بي بتاعه هو اللي 8.8.8؟ لا لا، ده الاي بي ادرس. الدي ان اس بقى وظيفته ايه؟ وظيفته ان انت لما تقول مثلا جوجل دوت كوم، هو بيترجم او بيعمل ريزولوشن للنيم ده للاي بي ادرس بتاعه. يعني كان الريكوست ده بيروح الاول لسيرفر اللي هو دي ان اس، يرجع لك ايه الاي بي بتاع الويب سايت ده، وبعدين تبدا تقول الحاجه اللي انت عايزها بالاي بي ده. تمام، فده الدومين نيم سيستم او الدومين نيم سيرفر، بنقول ان هو نيمينج ريزولوشن سيرفر يعني. اوكي، غالبا هنتعرض له اكتر في اللابس، فيعني هي معلومه دلوقتي للي حابب يعرفها يعني. تمام، هو عامه المعمل النهارده كله تعاملوا معاه على ان هو شويه معلومات كده بتوضح لنا احنا هنمشي ازاي، اكتر منه ان كل حاجه فعلا لازم نبقى فاهمين هي عباره عن ايه. اوكي، لان هي هيجي وقتها بشكل اكبر في لابس ثانيه او في التوتوريالز او تمام. ترانسبورت لاير هتلاقوا فيه تو بروتوكولز مشهورين قوي، اللي هم التي سي بي واليو دي بي. معرفش اذا كنتوا سامعين عنهم ولا لا، بس هما التو بروتوكولز دول بيهتموا بان انا لما يجي لي داتا من الابلكيشن لاير، انا ازاي بجزأ الداتا دي. الداتا دي ممكن تكون فايل كبير، ممكن تكون فيديو كبير، ممكن تكون اي حاجه، فانا ما ينفعش ابعتها كلها بلك واحده او دفعه واحده، انا ببدا اجزأها اجزاء. ولو انا مهتمه ان لازم الداتا دي كلها توصل وكلها توصل مظبوطه، لازم اديها سيكونس نمبر، بحيث ان هي انتوا عارفين ان احنا يعني لما نجزأ المسج دي، المسجز اصغر، كل واحده بتتبعت وهي ونصيبها هتوصل امتى عند الريسيفر. فلازم الريسيفر يبقى عارف ازاي هرتبهم، مش ياخدهم كده اي حاجه، لا لازم يحطهم بالترتيب المعين، ويتشك ان مفيش حاجه ناقصه في النص. يعني لو انا ببعت لك فايل ووقع منه جزء، فخلاص كده الفايل بايظ، لا هو لازم اتاكد ان هو وصل الناحيه الثانيه ووصل كله ووصل سليم. فده التي سي بي مينلي. اليو دي بي بيكون مختلف شويه في طبيعه ان انا ما اهتمش قوي قاعد في النص. يعني كمثال دلوقتي احنا في التيمز، لو انا وانا بتكلم كده في شويه فريمز اللي هي بتاعه الفيديوز يعني وقعت في النص، انتوا مش هتفرق معاكم قوي، من حيث انه يعني ممكن يعني دماغنا تانتربوليت ايه اللي حصل في النص اساسا، او انه لو انا حبيت اعمل ايرور كوركشن بحيث ان الفريمز دي تتبعت تاني، هتيجي في وقت غلط، فهيبقى في ديلي، هيبقى في لخبطه، فانا عندي ان الباكت دي تضيع افيد من ان انا احاول اجيبها تاني. فتمام، فاليو دي بي اكتر بيكون مهتم بان هو بيبعت الداتا، بس مش مهتم قوي ان هي تكون وصلت اكزاكتلي صح يعني. انما التي سي بي لو انا ببعت فايل، فلو وقع مني حاجه في النص خلاص كده فايل باظ، مش هينفع معايا شغل اليو دي بي يعني. تمام، نتورك لاير من البروتوكولز المشهوره فيها هي الاي بي، which is ده اللي كنا بنتكلم عليه، ان ازاي احنا بنتخاطب مع بعض على الانترنت، بان كل ديفايس مننا وكل سيرفر وكل برينتر ليه اي بي ادرس، واحنا بنتخاطب من خلال الاي بي ادرس ده. فاي مسج بتتبعت بيكون ليها سورس اي بي وديستنيشن اي بي، يعني مين اللي بعتها ومين اللي هيستقبلها وهكذا. النتورك اكسس هتلاقوها يعني اشهر حاجتين انتوا عارفينها، الايثرنت والواي فاي. حد عارف ايه الايثرنت؟ الواي فاي طبعا كلنا عارفينه، بس الايثرنت كاكسبريشن ده يعني زي ايه يعني في البيت؟ او كابل يعني، هو كابل النت. مظبوط، كابل النت اللي انت بتوصل بيه اللابتوب مثلا بالراوتر دايركتلي بدل الواي فاي. تمام، فده بروتوكول، وانك تبعت على الواي فاي ده او تشتغل على الواي فاي ده بروتوكول تاني. الفيزيكال لاير في الاخر هي البيتس اللي بتتبعت على الستريم، اللي هي يعني في الاخر فولتج يعني زيروز وونز. اوكي،
فده كده مينلي الايه التي سي بي اي بي موديل باللايرز بتاعته، بكل لاير تقريبا بتهتم بايه وايه اشهر البروتوكولز اللي فيها. فحد عنده مشكله في الكلام ده او عنده اي سؤال او اي حاجه؟ تمام. هو التي سي بي واليو دي بي دولت، التي سي بي واليو دي بي دولت بروتوكولز، بروتوكولز، كل اللي انا كنت كاتباهم في السلايد دي على اليمين دول البروتوكولز كلهم. تمام. اوكي. لو في حاجه واقعه منكم ما تشغلوش بالكم بيها قوي، لان هي هتتقلب التفاصيل في اللكتشرز والتوتوريالز الجايه واللابس الجايه. تمام. مش مهندسه هو 811 ده هو الاي بي بتاع الايثرنت؟ لا لا، ده البروتوكول بتاع الواي فاي، الستاندرد بروتوكول بتاع الواي فاي يعني. تمام. احنا هنا اتكلمنا عن يعني ايه بروتوكول وايه استخدامهم، وكنا اتكلمنا على الاي بي بروتوكول والتي سي بي والاتش تي تي بي، كل الكلام ده احنا قلناه. لو عايزين تبقوا تقروه بعد كده انا ممكن احط لكم السلايدز. عايز اتكلم دلوقتي على حاجه، فكره اسمها داتا انكابسوليشن. ايه فكره الداتا انكابسوليشن دي؟ احنا لو اللي قدامنا ده الريفرنس موديل اللي بنتكلم عليه، عندنا الابلكيشن ترانسبورت نتورك داتا لينك فيزيكال، فالمفروض مين اللي بيجنريت الداتا في الاساس؟ هو الابلكيشن. الابلكيشن لاير هو اللي عنده حاجه عايز يبعتها. تمام. فدي الداتا تو بي سنت، دي الداتا اللي عليها الكلام اللي احنا عايزين اصلا نبعتها من طرف لطرف. تمام. الابلكيشن لاير بتدي الكلام ده للترانسبورت لاير. الترانسبورت لاير بيحط هيدر زياده كده او شويه داتا زياده في الاول بتسهل عمليه التوازن. هتلاقوا مثلا هنا لو احنا مش مستخدمين البروتوكول اللي هو التي سي بي، فهتلاقوا هنا مزود حاجه اسمها التي سي بي هيدر. TCP header ده زي ما هنشوف كمان شوية بيكون mainly مهتم بحاجة اسمها source port, destination port, sequence number, acknowledgement. الحاجات دي هنشوفها بالتفصيل لما نيجي ناخد اللاب بتاع TCP. تمام؟ الترانسبورت ده هيبدأ يبعت الداتا دي للنتورك لاير. النتورك لاير هتبدأ تزود عليها header برضو بتاعها اللي هو IP header، اللي هو مهتم أكتر بالسورس IP والdestination IP وهكذا. تمام؟ وبعدين تبعتها للديتا لينك لاير. الديتا لينك لاير هتزود لها هيدر وتريلر، يعني زي ديل كده في الاخر. فتلاقي الديتا لينك دي مهتمه اصلا بالماك ادرس. يعني احنا كنا لغايه النتورك لاير بنتكلم على الاي بي ادرس، الديتا لينك بتهتم بالماك ادرس. حد عارف يعني ايه ماك ادرس؟ جهاز ماك ادرس، التليفون ليه ماك ادرس معين واللابتوب ليه ماك ادرس معين. تمام. احنا بنسميه الفيزيكال ادرس بتاع الديفايس. يعني كل جهاز في الدنيا لازم يكون ليه يونيك ادرس اللي هو الماك ادرس، ده بيكون حوالي 48 بت. تمام. فالديتا لينك لاير بتتعامل بالماك ادرس ده، سورس ماك وديستنيشن ماك، وبتحط شويه داتا كمان للايرور ديتكشن اند كوركشن، يعني ان انا تشيك ان الفريم اللي هيتبعت ده وصل مظبوط ولا حصل فيه ايرور. تمام. والفيزيكال لاير خلاص احنا بنبعت عليها الكلام ده في شكل بتس وهكذا. طيب، فدي فكره الداتا انكابسوليشن، ان انا عندي اللي في المربع الاسود ده هو الداتا الاساسيه اللي انا عايز ابعتها، لكن اكشلي انا ببعت كل اللي في المربع الاحمر ده. ليه؟ لان انا بزود كل شويه حاجه تمر لي في الريفرنس موديل ده في اللايرز بتاعه النتورك عشان الطرف الثاني يعرف توصل له الداتا دي. فهتلاقوا مثلا الداتا دي اللي جايه من الابلكيشن لاير، الترانسبورت لاير هتزود عليها التي سي بي بروتوكول بورت نمبرز، هنشوف البورت نمبرز دي اكتر في اللاب بعد كده. النتورك لاير هتزود مثلا الديستنيشن اي بي والستاندرز اي بي، وبعدين الداتا لينك لاير هتزود الديستنيشن ماك ادرس والستاندرز ماك ادرس والاف سي اس او اللي هو التشيك سم ده، اللي هو الداتا اللي بتوريني اذا كان الفريم ده وصل لي فيه ايرور ولا لا. تمام. حد عنده اي سؤال في موضوع الداتا انكابسوليشن، او حد مش فاهم الكلام ده معناه ايه؟ يعني ايه داتا انكابسوليشن؟ مهندسة يعني القصد بالداتا انكابسوليشن اللي هو الفورم اللي بيتبعت بيها الداتا من الابلكيشن كلها انها توصل من جهاز لجهاز تاني، مش كده؟ مظبوط. الداتا اللي جايه من الابلكيشن بيقعد يضاف لها كل شويه في كل لاير داتا جديده داتا جديده لغايه لما الفريم اللي في الاخر اللي هيتبعت على الفيزيكال لاير هيجي عند الريسيفر، هيعمل العكس، هيعمل ديكابسوليشن. بمعنى ان هي يعني لو شفنا مثلا، خلينا نبص هنا. فاحنا لو قلنا الابلكيشن لاير الترانسبورت زودت داتا عندها والنتورك زودت والداتا لينك زودت، وبعدين جينا عند الريسيفر اللي هو هوست بي، فهتلاقوا النتورك اكسس دي جالها الفريم كله على بعضه.
هي هتقعد تستخلص منه كل شوية ديتا، يعني هتشوف منه اللي هو الماك أدرس والتشيك سم وتشيلهم من الديتا، تعمل ريب أوف كده أو تديكابسوليت وتطلع للنتورك الجزء اللي يهمها من الفريم. النتورك هتشيل منها الجزء بتاع الاي بي سندر والريسيفر وتودي للترانسبورت الجزء اللي يهمها اللي هو بتاع البورت نمبرز. الترانسبورت هتشيل من البورت نمبرز دي وتدي للابلكيشن الداتا اللي تهمها بس، تمام؟ فهي كانها يعني عمليه بتتم عند السندر وعكسها تماما بيتم عند الريسيفر. اوكي تمام، شكرا باشمهندس. تمام لا طيب حتى عن سؤال تاني، ايه ال FCS دي اختصار ايه؟ هي checksum، حاجه checksum مش فاكره بالظبط الاف كانت بتدل على ايه، بس زي ما كنت بقول لك كده هي حاجات بتكون ليها علاقه بالايرور ديتكشن وكوركشن. يعني السندر بيبعت مسج ريسيفر بيستقبلها، ازاي هيتاكد ان اللي استقبله ده هو في النص ممكن يقع بيتس، ممكن بيتس تبوظ، ممكن يحصل اي حاجه في ترانسميشن ميديوم، انت عندك الرساله دي قاعده تعدي على حاجات كتير جدا في النص، فانت مش ضامن ان هي بتوصل صح. صح؟ فالطرف الثاني ازاي يعرف ان هي وصلت صح ولا لا؟ فبيكون في شويه ديتا بتوري له، بيحسب من خلالها حسابات هنشوفها برضو خلال المنهج، يعرف منها اذا كانت الديتا وصلت له صح ولا غلط. اوكي تمام. اوكي تمام. طيب حد عنده سؤال ثاني؟ باشمهندسه هو كل النقل دوت كله بيبقى عن طريق الاسلاك بقى صح؟ لا اللي عن طريق الاسلاك اللي هو انت باين عندك الصوره اللي هي بتاعه تي سي بي اي بي مودم صح؟ اه اللي بين الاسلاك هو اللي بين الديفايس واللي جنبه في الفيزيكال لاير او في النتورك اكسس لاير، انما كل اللي فوق ده اللي هو من الابلكيشن للترانسبورت للنتورك للنتورك اكسس كل ده بيتم على الهوست. تمام؟ يعني بيتم على الهوست، يعني كل ده بيحصل، يعني كل دي سوفت ويرز راننج على الكمبيوتر بتاعك، يعني الترانسبورت لاير دي سوفت وير راننج على الكمبيوتر بتاعك، النتورك لاير دي سوفت وير راننج على الكمبيوتر بتاعك. انما تبدا تتنقل في اسلاك امتى؟ لما توصل للفيزيكال لاير اللي في الاخر دي، هي هتبعت للديفايس اللي بعدها في الاسلاك او في الواي فاي او في تمام. مش شرط يكون الديفايس دوت اللي هو جهاز اخر، ممكن يكون مثلا ال دي اس لام اللي عند السنترال وكده صح؟ طبعا يعني حتى هنا انت هتلاقي تعمل ميوت، بس تلاقي عندك انت هوست ايه وهوست بي، في النص فيه الانترميديت نودز دي اللي هي هنا الحاله دي راوتر، بس الجو حلو يعني هو خلاص شويه ممكن الميوت عشان حر يعني مش فاكره بالنوت منين. طيب هو اللي كان عنده صوت عمل ميوت. تمام طيب انا كنت بقول ايه، هتلاقوا في النص فيه الراوترز مثلا، الراوترز دي مش بيكون عندها كل اللايرز، يعني ما عندهاش الابلكيشن لاير وما عندهاش ترانسبورت لاير، بتقف عند النتورك لاير مثلا فور اكزامبل. السويتش مثلا فور اكزامبل كديفايس ما عندوش نتورك لاير كمان، بيقف عند النتورك اكسس لاير بس. فعلى حسب الديفايس ايه الفانكشناليتيز اللي بتعملها، على حسب ما كل اللايرز دي متوفره عنده ولا لا. ودي اهميه اصلا الريفرنس موديل، ان انت مقسم الدنيا الابستراكشن لايرز كده، وكل ديفايس بيمبلمنت منها اللي هو محتاجه بس، واللي مش محتاجه خلاص ما بيعملوش. اوكي تمام. انا دلوقتي عايز اتكلم على حاجه اسمها الباكت سنيفر. ايه الباكت سنيفر ده؟ هو السوفت وير اللي احنا هنشتغل بيه في المعمل اسمه الواير شارك. هو نوعه ايه؟ ان هو باكت سنيفر. يعني ايه باكت سنيفر؟ يعني حاجه بتلسن او بتتصنت على الانترفيس بتاعك، سواء هو واي فاي او ايثرنت، تشوف كل الداتا اللي داخله وخارجه من الانترفيس ده وتاخد منها كوبي. تمام. فهو هنا حتى بيقول لك ان هو is passive. الباكت سنيفر ده passive. يعني ايه passive؟ يعني هو لا بيبعت داتا ولا بيستقبل داتا، هو بس بيتصنت على الانترفيس بتاعك وينقل لك كل الداتا اللي داخله وخارجه من الانترفيس ده. تمام. طب ده ايه اهميته، او احنا ليه هنعمل كده؟ عشان احنا خلال الترم هنبقى بنتعلم بروتوكولز مختلفه، وهيقعد يقول لك البروتوكول ده الهيدر بتاعه بيتكون من كذا وكذا وكذا وكذا. طب بس انا مش شايف الكلام ده، مش فاهمه، مش حاسه. انما الباكت سنيفر ده بيوريك فعلا الفريم ده بيتقسم لايه، والديتا اللي جواه ممكن اخد منه معلومات ايه، ممكن اعرف ازاي انه مين اللي بيبعت ومين اللي بيستقبل، وتفاصيل الفريمز دي عباره عن ايه. تمام. فده هو الباكت سنيفر.
هتلاقوا الواير شارك بتاعنا لو بصينا على الرسمه دي، احنا عندنا على اليمين ده الحاجه اللي شغاله على الكمبيوتر بتاعي، تمام؟ فعندي ابلكيشن زي الويب براوزر مثلا، وبقيه اللايرز اللي هي ترانسبورت والنتورك والديتا لينك والفيزيكال، كل دي حاجات شغاله على الكمبيوتر بتاعي. الداتا هتمشي من الابلكيشن للترانسبورت للنتورك للديتا لينك. اول ما تبقى عند الديتا لينك يبقى دي خلاص ده ايه الموست كومبليت فريم، تمام؟ يبدا بارت من الباكت سنيفر ده اسمه البي كاب او الباكت كابتشر يكوبي الفريمز دي، تمام؟ يعني هو قاعد بيتصنط كده، كل ما يجي فريم يعدي من الديتا لينك لاير بيكوبي ات سواء داخل او خارج، تمام؟ طيب خده ككوبي اللي هو بيتس يعني في الاخر زيروز وونز، تمام؟ طيب هيعمل بيه ايه؟ في جزء تاني اسمه الباكت انالايزر، ده اللي بيبدا يحلل الفريم ده، يعمل له حاجه زي الديكابسوليشن اللي احنا اتكلمنا عليها دي، بمعنى ايه؟ انه يشوف اول كام بيت دول المفروض بتوع البروتوكول الفلاني، فانا هفهم منها ان ده HTTP بروتوكول مثلا. الكام بيت اللي بعده هفهم منهم السورس اي بي، الكام بيت اللي بعده هفهم منهم الديستنيشن اي بي، ويديها لنا في شكل هيومن ريدبل نقدر احنا نقراه، تمام؟ الكلام ده هنشوفه بالظبط في الواير شارك، بس دي الفكره العامه، انك عندك سوفت وير قاعد بيتصنط على كل الفريمز اللي بتطلع وتدخل من الجهاز بتاعك وبيحللها لك في شكل هيومن ريدبل، تعرف تطلع منه كل الانفورميشن اللي انت محتاجها، تمام؟ خلونا مع بعض نشوف اصلا بقى الواير شارك ده. الواير شارك باي ذا واي هتلاقوه في البي دي اف بتاع التجربه تنزلوه منين. هي البوينت الوحيده بس اللي بتبقى مهمه في الانستريشن، ان هو ساعات بيسالك عايز تنزل البي كاب ولا لا، اللي هو الباكت كابتشر ده ولا لا، فانت لازم تنزله لانه من غيره مش هيشتغل. فمينلي يعني اي ديفولتس استخدموها او اي حاجه يطلب منك تنستول اعملها انستوليشن يعني، اوكي؟ عشان الدنيا تشتغل معاكوا تمام. اول ما بتفتحوه هو طبعا بيبقى فيه يعني المينيوز العاديه المعتاده بتاعت اي بروجرام يعني، وبعدين هنا تحت بيقول لك الكابتشر وبيديك الانترفيسز اللي هو ممكن يكابتشر منها. فانا بشتغل دلوقتي على الواي فاي، الكمبيوتر بتاعي لايت على الواي فاي، وهتلاقوا حتى ان في داتا هنا قاعده بتطلع وتدخل منه، هو قاعد شايف ان في داتا فبالدبل كليك عليه فهو يبدا يلسن على الانترفيس بتاعي بتاع الواي فاي، اوكي؟ هو كده قاعد بيكابتشر وبيريكورد كل الفريمز اللي طالعه وداخله من عندي. انا لو عايز استوب الكابتشرنج ده ممكن ادوس على المربع الاحمر ده، او من كابتشر هتلاقوا فيه ستوب هنا، اوكي؟ فكده هو خلاص مش بيلسن عندي على حاجه. فخلونا نشوف بقى الاكسبلور شكله ده عباره عن ايه. هتلاقوا مينلي يعني 3 بانلز كده مهمين، اوكي؟ اول بانل اللي هي هتلاقوها زرقاء كده، انا بس عايز اتاكد الماوس عندكم بيبقى باين صح عشان ما بقاش قاعده بشاور في الهواء لوحدي. مظهر تمام. طيب هتلاقوا اول كولم كده اسمه نمبر. النمبر ده هو نمبر اوف الفريم اللي انت واقف عليه، يعني معنى ايه؟ انا واقفه هنا على الفريم ده فده رقمه 4073. رقمه بمعنى ايه؟ بمعنى انه اول باكت لقطها هتلاقوا رقمها 1، اللي بعدها 2، اللي بعدها 3، اللي بعدها 4 وهكذا، اوكي؟ فده ترقيم الباكت تريسر، سوري الواير شارك، من اول ما ابتدى يكابتشر لغايه الفريم اللي انت واقف عليه، تمام؟ الكولم اللي بعده هتلاقوه التايم. التايم ده عباره عن ايه؟ عباره عن كام ثانيه عدت من ساعه ما ابتدى يكابتشر لغايه الفريم ده، يعني مثلا الفريم اللي هو رقم 11 ده لقطه بعد 0.05 سكندز من اول ما ابتدى يكابتشر، تمام؟ اللي باي ذا واي لو انتم مش عاجبكم شكله كده كسكندز يعني، انتم ممكن تغيروه من فيو. هتلاقوا في حاجه اسمها التايم ديسبلاي فورمات، ممكن تغيروها لديت اند تايم اوف ذا داي، اللي هو بقى التاريخ والوقت المعتادين بتوعنا، اللي هو التاريخ وبعدين الوقت كساعه يعني، تمام؟ بس انا هرجعه للمنظر الثاني بتاع السكندز سينس بيجينينج اوف كابتشر ده لسبب كمان شويه هنعرف ايه، تمام؟ الكولم اللي بعده ده السورس، ده الاي بي ادرس بتاع الحاجه اللي بتبعت الفريم ده، مين اللي بيبعت الفريم ده، يعني هل الفريم ده طالع من عندي ولا داخل لي، فده السورس اي بي. زي ما قلنا الاي بي ادرس 32 بت، بنجمعهم في 8 بتس، يعني اربع ارقام كل واحد منهم 8 بتس، ونكتبها بالديسمال ايكويفالنت بتاعهم، تمام؟ فده 192 168 1 25 ده السورس اي بي. اللي بعده ده الديستنيشن اي بي، يعني مين اللي انا ببعت له الفريم ده او مين المستقبل يعني. وبعدين البروتوكول، الفريم ده شغال ببروتوكول نوعه ايه، فهنا مثلا ده شغال يو دي بي. وبعدين السايز بتاع الفريم ده كام بت، وشويه انفورميشن كده بتختلف على حسب البروتوكول اللي مبعوت بيه الفريم ده، تمام؟
لو بصيتوا معايا هنا هتلاقوا معظم الكابتشر اللي انا وانا بتكلم معاكم ده كان يو دي بي. ده مينلي بسبب ان احنا اصلا شغالين على تيمز، فتيمز قاعد يبعت طول الوقت الفويس والصوره بتاعتي اللي هي بتاعت الجهاز قاعد يبعتهم. فزي ما كنا بنقول كده ان الحاجه يعني الكوميونيكيشن اللي زي كده اللي هي ريل تايم كوميونيكيشن بتكون محتاجه حاجه يو دي بي اللي هي مش مهتمه قوي في ايرور حصل ولا لا، تمام؟ مش زي التي سي بي اللي هو لو في ايرور حصل لازم يعيد ارسال الداتا، تمام؟ فهتلاقوا لو انتوا اشتغلتوا على الكمبيوتر بتاعكم وعملتوا كابتشر مش هتلاقوا يو دي بي كتير جدا كده طول ما انتوا شغالين، على اساس الا لو انتوا مشغلين حاجه بتعمل ستريمنج او حاجه زي كده، تمام؟ طيب لو وقفنا بقى على سام سيرتن فريم زي اللي انا واقف عليه ده، فهتلاقوا البانل اللي بعدها دي بتوريك بقى التفاصيل اللي احنا كنا بنتكلم عليها، تمام؟ فانا بس عايزه اعمل اي حاجه مثلا زي جوجل كده. لا بس احنا ما يعني هشغل الكابتشر، اوكي؟ وهاجي هنا مثلا كول اي ويب سايت، انا عايزه اشتغل حاجه اتش تي تي بي يعني عشان اوريكم عليها اكتر يعني، تمام؟ وهستوب الكابتشر. فانا عايزه اكون لقطت فريم اتش تي تي بي. طب انا عندي كتير قوي، هل هقعد ادور في كل الفريمز دي ولا انا لو عايزه حاجه معينه ممكن اسيرش؟ فانا ممكن بالفلتر ده لو كتبت البروتوكول اللي انا عايزاه، بس تراعوا ان اللترز كلها سمول ومفيش سبيسز، ودوسنا انتر يجيب لك لو حاجه اتش تي تي بي. انا مش عارفه هو ليه ما لقطش الاتش تي تي بي، بس هو احنا كمان شويه في اللاب هنشوفها يعني، اوكي؟ لما نشتغل كمان شويه هنشوفها. خلينا نشوف اي حاجه من اللي موجودين اوريدي. هتلاقوا تحت دي الداتا اللي اتبعتت فعلا، وبعدين ده لما بيجيب لك الجزء اللي هو بتاع الترانسبورت لاير اللي هو اليوزر داتا جرام بروتوكول، فهتلاقي مثلا مديك السورس بورت والديستنيشن بورت. هنعرف السورس بورت والديستنيشن بورت دول معناهم ايه اكتر لما نيجي نتكلم على اليو دي بي والتي سي بي في المنهج يعني. هتلاقوا في حاجه اسمها التشيك سوم مثلا، البايلود ده اللي هو الداتا اللي اكشلي بتتبعت، تمام؟ بعد كده هتلاقوا الحاجه بتاعه الاي بي بروتوكول او اللي هو الانترنت بروتوكول يعني، ده اللي هو بيهتم اللي هو نتورك لاير يعني اللي بيهتم بالسورس اي بي والديستنيشن اي بي. فهتلاقي هنا كاتب لك السورس اي بي والديستنيشن اي بي، فده اللي هو الايه كانه بيانالايز الداتا، تمام؟ وبعدين هتلاقوا اللي بعدها دي مثلا دي حاجات الداتا لينك، فهتلاقي فيها مثلا ماك ادرس، الماك ادرس بيتكتب بحاجه بالمنظر ده، اوكي؟ زي ده وده، تمام؟ سورس ماك والديستنيشن ماك وهكذا. بعدين ده الفريم نفسه اللي اتبعت، تمام؟ فكده كانه بيحلل لك الفريم ده للكومبوننتس بتاعته. طيب اخر بانل تحت دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن الداتا اللي في الفريم بس مكتوبه في شكل هكساديسمال. غالبا مش هنحتاجه قوي في المعمل، بس ممكن في اظن مره هيسال في سؤال عليه يعني، انما هو يعني احنا مش هنبص عليه مينلي، هنبقى بنبص على البورت ده والبورت اللي فوق ده. اوكي؟ طيب حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي؟ باشمهندسة معلش، هو الديستنيشن ده احنا قلنا هو كان بتاع ايه؟ ديستنيشن ايه؟ اي بي؟ الديستنيشن اللي فوق في البلوك الازرق. الديستنيشن اي بي ده بتاع مين اللي انت بتبعت له الداتا؟ مين الاي بي ادرس اللي انت بتبعت اي داتا بتتبعت ليها سندر وريسيفر، صح؟ ده بتاع الريسيفر يعني. ده بتاع الريسيفر والسورس هو بتاع السندر. بالظبط كده. طبعا لو الداتا جايه لي انا ككمبيوتر بتاعي جايه لي هيبقى العكس، هبقى انا الريسيفر، صح؟ تمام. والحاجه اللي بعتها لي الداتا دي هتبقى السندر. هنشوف الكلام ده مع بعض يعني، تمام؟ تمام. شوف طيب حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ مهندسة، هو الاي بي ادرس اللي في السورس ده بيبقى الاي بي ادرس بتاع الجهاز بتاعي يعني؟ ما هو ده اللي انا كنت بقوله. لو انا اللي ببعت طبعا انتوا لو عملتوا دبل كليك بيطلع لكم السكرين اكبر شويه، بس احنا مش مهتمين بالكلام ده. بس لو انا اللي ببعت هبقى انا السندر والطرف الاخر هو الريسيفر، لكن لو حاجه جايه لي هيبقى انا الريسيفر مش السندر، صح؟ يعني زي مثلا لو انا ببراوز صفحه على الويب بيج يعني، فالمفروض انا ببعت ريكوست ان انا عايز الصفحه دي، تمام؟ فكده انا هبقى السندر بتاع الريكوست والسيرفر اللي انا عايزه منه الصفحه ده الريسيفر. طيب هو هيرد عليا بالصفحه، فساعتها في الريبلاي ده او الريسبونس ده هيبقى هو السندر وانا الريسيفر، تمام؟ تمام. بس معلش، هو انا بستفاد ايه كده يعني؟ انا كده بسنف على الداتا بتاعتي انا يعني. هو احنا هدفنا في الكورس مش ان احنا بنتاك حاجه قد ما احنا نتعلم البروتوكول شكلها ايه في ارض الواقع يعني، ان الكلام اللي احنا عايزين نتعلمه ده فعلا ده الحقيقي، ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل فعلا في الكوميونيكيشن الطبيعيه بتاعتنا على النتورك يعني، تمام؟ شكرا. يعني كاننا بنشوف البروتوكولز ان اكشن زي ما هم كاتبين كده في هتلاقيها في البي دي اف. اتفضل. هو لو
يعني مثلا في ال HTTP اما بتعامل مع السيرفر بيجيب لي الماك ادرس بتاع السيرفر اصلا ولا الكلام ده؟ لا لا الماك ادرس لو انت فاكر احنا قلنا ان هو في الداتا لينك لاير، وكنا قلنا الداتا لينك لاير دي بتهتم بالنكست هوب على طول، يعني مين اللي انا الديفايس اللي انا ببعت له دايركتلي، تمام؟ مش مين اللي في امريكا ببعت له، فاهم قصدي؟ فلا مش هبقى عارفه الماك ادرس بتاع السيرفر اللي انا بطلب منه. يعني واصله كده ولا ايه؟ لا ما فهمتش. طيب بص خلينا نرجع للسلايد اللي هي دي. دلوقتي انا هوست A وببعت لهوست B، تمام؟ انا هوست B ده ما اعرفش عنه غير الاي بي بتاعه، اوكي؟ فانا ببعت لمين؟ للراوتر بتاعي. يعني مثلا عندك على الكمبيوتر في البيت في حاجه اسمها الديفولت جيت واي. يعني ايه الديفولت جيت واي؟ يعني مين الراوتر اللي بتبعت له اي داتا عشان تعرف تطلع على الانترنت، اللي هو الراوتر بتاعك او اللي هو الاي اس بي او وات ايفر يعني، تمام؟ فانا بقى كجهاز كمبيوتر بتاعي لازم ابقى عارفه الماك ادرس بتاع مين، بتاع النكست هوب بتاعتي اللي هو مثلا الراوتر بتاعي، انما مش لازم ابقى عارفه هوست بي الماك ادرس بتاعه كام. وصلت كده اكتر ولا ايه؟ ممكن معلش بقى اذنك تقول لي الماك ادرس يعني ايه؟ الماك ادرس ده رقم تعريفي لاي جهاز بيطلع يعني بيشتغل على الانترنت او على اي نتورك عامه، فده حاجه يونيك لاي جهاز، هو عباره عن 48 بت، تمام؟ فهو هذه المعلومه، ما فيش حاجه اعمق من كده يعني. ايه الفرق بين الاي بي؟ لا الاي بي حاجه تانية، الاي بي مش حاجه ثابته للجهاز، يعني انت ككمبيوتر بتاعك مش دايما هيبقى عندك نفس الاي بي، مش دايما موبايلك هيبقى عنده نفس الاي بي. يعني انت لو داخل على النتورك في البيت هيبقى ليك اي بي، لو قفلت الواي فاي واشتغلت على الموبايل داتا هيبقى الاي بي بتاعك مختلف، لو رحت الكليه ودخلت من الكليه على الواي فاي هيبقى الاي بي حاجه ثالثه، صح؟ انما الماك ادرس هيفضل طول عمره ثابت، الكمبيوتر بتاعي على طول الماك ادرس بتاعه ثابت. يعني باشمهندس الاي بي ده ليه علاقه بالراوتينج بتاع اتجاه الداتا في المكان اللي انا فيه، عشان كده بيلعب على الحته بتاع الفي بي ان. مظبوط، تمام. طيب نرجع بقى لل ده البي دي اف اللي هو المفروض هنشتغل منه في التجربه. فتلاقوا في الاول بيتكلم على يعني ايه باكت سنيفر ومين الواير شارك، احنا الكلام ده اتكلمنا عليه. هتلاقوا بعد كده بيقول لكم ازاي تنستول الواير شارك او تجيبه منين، فهتلاقوا مثلا هنا اللينك ده ممكن تنستول منه الواير شارك. وبعدين بيبدا يعرفكم على الويندوز اللي احنا اتكلمنا عليها، البانلز دي كل واحده بتتكلم عن ايه. وبعدين هتلاقوا في اللي هي taking wire shark for a test run، ده اللي احنا عملناه، ده ان احنا عملنا capture وبعدين ابتدينا نشوف الداتا بتاعت packets معينة. فخلينا نمشي شوية على الخطوات اللي هو قايلها من اول number 6 ده. number 6 بيقولك while wire shark is running، يعني هخليه يبدأ يكابتر، العلامة الزرقاء اللي هي عاملة زي كأنها الفن بتاعت حوت او حاجة دي بتاعت shark، يعني دي بتبدأ تكابتر، فهو كده قاعد يكابتر، تمام؟ ساعتها هدخل على اللينك ده. اللينك ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ويب سايت بيحمل في الاخر فايل HTML، تمام؟ فلو انا دوست كده فده ال HTML فايل اللي جالي. هروح stop capture ونرجع له تاني، تمام؟ انا عايز اركع للبراوزر. هو HTML فايل مفهوش غير الجملة دي اللي هي congratulations you have downloaded the first Wireshark club file. ايه اللي حصل؟ البروسيس اللي حصلت هنا ايه؟ ان انا بعت http request للويب سيرفر اللي هو gaia.cs.umass.edu ده، وطلبت منه الفايل ده، تمام؟ فهو رد عليا بالفايل. فاللي حصل http request و http response، ده اللي حصل. طب عايزين نشوف الكلام ده في الواير شارك. فانا عملت stop capture، هكتب في الفلتر ده http، فهتلاقي فيه حاجات كتير اتبعتت HTTP. اللي يهمنا هو اللي كان فيه get request ده، اللي هو طلبت فيه الفايل HTML اللي احنا كنا بنتكلم عليه. هتلاقوا ده الاسم الفايل اللي انا كنت موريه لكم من شوية، اوكي؟ والباكت اللي بعدها هتلاقوها الريسبونس، تمام؟ اللي هو 200 اوكي، ده الريسبونس ان هو بعت لي التكست مسج او الفايل ال HTML فايل ده، تمام؟ فخلونا مع بعض نشوف البيانات اللي احنا كنا بنتكلم عليها. هتلاقوا مثلا هنا السندر اي بي، هتلاقوه في الباكت اللي بعدها اللي هو ريسبونس بقى في الريسيفر اي بي. ده الكلام اللي انا كنت بقوله، ان انا وانا ببعت الريكوست فانا السندر، انما لو انا بستقبل ريسبونس هبقى انا مين؟ الريسيفر. نفس الكلام الريسيفر اي بي بتاع الريكوست هتلاقوه بقى في الريسبونس هو السندر، صح؟ الكلام ده قلناه،
مش كده؟ حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ اه تمام تمام. طيب الجيت ريكوست ده احنا قلنا ان هو بروتوكول اتش تي تي بي، فلو بصيتوا على البورت اللي تحت ده هتلاقوا فيه زي يعني حاجة جديدة زادت تحت اللي هو الهايبر ترانسفير، هايبر تكست ترانسفير بروتوكول او الاتش تي تي بي بروتوكول، ده اللي هو لاير 7. الفريم اللي عدنا نشوفه المرة اللي فاتت كان يو دي بي فريم فاكرين، فما كانش فيه الابلكيشن لاير دي اساسا، كان من اول الترانسبورت لاير. فهنا الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول ده هتلاقوا فيه بقى معلومات كتير جدا. لو نزلتوا تحت شوية هتلاقوا مثلا الريكوست اللي اتبعت عبارة عن ايه، الريسبونس في انهي فريم، فهتلاقوا مثلا الريسبونس بيقول لك ان هو في الفريم اللي هو 3459 اللي هو لو بصيتوا هتلاقوا رقم الفريم اللي بعده. هتلاقوا ايه تاني في الريسبونس نفسه، مثلا لو وقفتوا عنده هتلاقوا بيديكوا ايه التكست اللي مبعوت في الريسبونس اللي هو اللي كان شفناه فين في الويب بيج اللي هو ال HTML content ده اللي هو congratulations you've downloaded the first Wireshark lab file اللي هو الكلام اللي هنا ده، يعني ده اللي السيرفر رد عليا بيه اللي هو ال HTML file. اوكي فمين اللي بقى خلال اللاب هيبقى بيخليك تعمل حاجه زي انك تدخل على الويب سايت ده مثلا، وبعدين يبدا يقول لك اقف على الفريمز وجاوب لي على شويه اسئله. اسئله دي زي ايه؟ خلونا نرجع بقى للبي دي اف. هتلاقوه هيبتدي يسألكوا شوية أسئلة هنا من أول فين. هو الكلام ده كله إنه بيقولك هات الفريم، بعدين من أول نمبر 1 هنا بيبدأ يسألك الأسئلة زي بيقولك which of the following protocols are shown as appearing في البروتوكول كولوم من الواير شورك، بيديك شوية أسامي بروتوكولز وبيقول لك انهي واحده ظهرت عندك. يعني انا دخلت طلعت هنا وقعدت ابص، طبعا لو لغيت الفلتر يعني بتاع ال HTTP ده هتلاقوا عندي حاجات TCP حاجات UDP حاجات TLS في اللي مش عارفه عباره عن ايه، حاجات كويك حاجات يعني بروتوكولز كتير ظهرت لي هنا. الكابتشر بتاعي كان فيه كل البروتوكولز دي تمام، فهو بيسالك ايه اللي ظهر لك يعني بيخليك تلاحظ يعني. اوكي وبعدين بيسالك سؤال تاني زي مثلا الريكوست اللي انت بعته ده اللي هو الجيت ريكوست اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده، من ساعه ما بعته لغايه لما رجع احتاج وقت قد ايه، كان ايه الديلي بتاعه، كان محتاج كام ثانيه، تفتكروا حاجه زي دي ممكن نحسبها ازاي؟ يعني خلينا نرجع نبص على الريكوست ده نفسه، هكتب في الفلتر HTTP وادوس انتر، وده الريكوست وده الريسبونس بتاعه، اعرف منين هو خد كام وقت قد ايه. عشان هندسه الحاجات الكتير دي بتعبر عن الداتا اللي انا بعتها اتبعتت لفين، اني حاجات كتير اللي هو اللي مفتوح تحت ده، لا اللي هو الفتيل الاخضر ده بيوريك ايه السورس اي ديستنيشن اي بي وايه البروتوكول المستخدم وشويه داتا وايه السايز بتاع الفريم اللي اتبعت. لما بتبدا تفتح سؤالك ولا ايه؟ تمام سامعني ولا ايه؟ هو في صوت بيقطع جامد قوي، مش عارفه في حد عامل تقريبا فاتح المايك زينا جامد قوي. طيب يا جماعه ممكن معلش نعمل ميوت اظن كده. لا هو ما اظنش انه من عندي صح. تمام هو كده سامعني كويس؟ طيب كده تمام تمام. طيب السؤال اللي انا كنت بساله كنت بقول انه سالك بيقول لك من ساعه ما بعت الريكوست لغايه لما الريسبونس جه عدى وقت قد ايه. طب انا اظن ان انا طيب اللي عشان ما الناس صح يمشي. نعم نعمل ديفرنس للتايم حد عارف تمام. انا عايزه بس اشوف ان ميوت الناس منين. ميوت اول اوكي واللي محتاج بقى يتكلم يبقى يفتح المايك. حد جاوب قال هنعمل ديفرنس للتايم اللي هنا ده، انت عندك الريكوست اتبعت امتى والريسبونس اتبعت امتى، هتطرح ده ناقص ده هيديك الرقم اللي هو الريكوست ده خد وقت قد ايه على ما الريسبونس جه. تمام طيب هيسالك بعد كده سؤال تاني زي هما ست اسئله سهلين كلهم يعني ايه الانترنت ادرس بتاع الويب سايت ده اللي هو gaia.cs. مش عارفه ايه ده، تعرفوا ازاي نجيبه ده؟ نجيبه منين من هنا من الواير شارك؟ الـ IP address بتاع السيرفر من الـ destination تقريبا؟
destination بتاع انهي فريم من دول ال request ولا response؟ ال response عشان ببعت للسيرفر والسيرفر بيرد عليا تقريبا. تمام، يبقى هو في حالة ال request يبقى هو destination انا ببعت له صح؟ في حالة ال response يبقى هو اللي بيبعت لي، يبقى هو source. يعني في الاخر اللي هو انهي اي بي اللي هو 128.119.245.12 تمام. ده كده الاي بي بتاع السيرفر اللي انا ببعته او اللي انا اللي هو الجايا دوت مش عارفه مين اللي انا عايز اجيب منه الفايل ده. تمام، انتوا معايا في الكلام ده ولا عندكم؟ ممكن نختار اللي مش اوله 192 وخلاص، عشان 192 ده لوكال. اختار التاني بس. لا لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه بغض النظر عن المعلومه اللي انت عارفها دي انه ده لوكال، بس لازم تبقى فاهم. يعني هو ده ريكوست انا اللي ببعته، انا بطلب الفايل جيت ريكوست، يبقى انا السندر والويب سيرفر ده هو الريسيفر، الريسبونس هو اللي بيرد عليا، السيرفر هو اللي بيرد عليا، يبقى هو السندر وانا الريسيفر صح؟ تمام. حد مش فاهمها دي؟ تمام تمام. طب الصوت بيقطع عندكم ولا تمام؟ تمام. لا هو كويس قوي. اوكي طيب، بعد كده بيقول لك expand the information بتاعت ال HTTP message دي، وبعدين جاوب بقى على سؤال ان هو ايه ال user agent اللي بعت المسج دي، يعني ايه ال web browser اللي انت استخدمته عشان تكول ال request ده اللي هو بتاع ال HTTP ده. فلو جيتوا هنا على ال request نفسه وعملنا expansion ال hypertext transfer protocol ده، فهتلاقوا فيه هنا من المعلومات اللي بديها لك حاجة اسمها ال user agent. هتلاقوا هنا بيقول لك ان انا مثلا مستخدمه الكروم، انا كنت حقيقي مستخدمه كروم، ما اعرفش ليه هو بيكتب السفاري كمان اديشنلي هنا، بس وانتوا بتحلوا اللاب هتلاقوا لا هو يعني حاجه واحده اللي مكتوبه، بس دي انا محتاجه ادور عليها ليه هو بيكتب اتنين، بس هو انا مينلي مستخدمه كروم يعني. بعدين بيقول لك برده من التي سي بي سيجمنت، لو عملت لها اكسباند هات لي الانفورميشن اللي هي الديستنيشن بورت، ايه الديستنيشن بورت بتاعت المسج دي. فانا على الريكوست اهو لو جيت على التي سي بي سيجمنت اللي هي ترانسميشن كنترول بروتوكول وبصيت، هتلاقوا هنا في سورس بورت وهنا الديستنيشن بورت، فالديستنيشن بورت هي بورت 80. تمام، طبعا لو عملنا اكسباند برده هتلاقوها هنا مكتوبه الديستنيشن بورت 80. ومينلي الويب سيرفرز كلها اللي هي بتاعت اللي بتبروفايد يعني ويب بيجز بتلاقوها شغاله على بورت 80، ده بورت مشهور جدا للويب سيرفنج يعني. اوكي، فاجابه السؤال هي 80 فور اكزامبل. بس اظن يعني هي دي الاسئله اللي هو مينلي سائلها لك، فيعني نقدر نعتبر اللاب بس ان احنا بنتعرف يعني ايه واير شارك، ازاي بنستخدمه، ازاي بنقف على فريم معين، ازاي بنفلتر عشان نجيب الفريم اللي انا عايزاه بالظبط. انا عايزه اتش تي تي بي فريم مثلا، فهقعد ادور في الاتش تي تي بي بس بدل ما ادور في كل الفريمز اللي دخلت وخرجت وهكذا. تمام، عايزه بقى ارجع تاني للي كنت عايزه اقول لكم نرجع له اللي هو في ال ام اس. المفروض الكويز ده فيه الاسئله اللي احنا حليناها مع بعض، بس اكشلي هو لو الكويز ده خلينا نشوفه مع بعض كده نفتحه. حد كان بيقول حاجه؟ لو احنا بصينا عليه مع بعض هتلاقيها هي نفس الاسئله اللي هو which of the following protocols appear في الواير شارك بتاعك. فاحنا بصينا عندي لقينا ان التي سي بي ده كان ظاهر والكويك كان ظاهر والاتش تي تي بي وهكذا، واحد تاني ممكن ما يبقاش ظاهر عنده الحاجات دي، فازاي نوحد الاجابات كلنا زي بعض؟ لازم نوحدها. فنعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان احنا واحنا بنشتغل الواير شارك ده في اوبشن ان هو بدل ما يكابتشر من عندك من على الجهاز، ان هو بتفتح حاجه اسمها التريس فايل اللي هو كان حد عمل كابتشر على الكمبيوتر بتاعه وسيف. فلو هتلاقوا ده اللي هو اللي فين اللي على ال ام اس اللي هو اللاب 1 واير شارك تريس فايل ده. تمام، ده هتعملوا له داونلود ومن الواير شارك هتيجوا تفتحوه وتعملوا له اوبن. تمام، فهيجيب لكم ده اللي هو هم عاملين له كابتشر كناس كاتبه الكتاب يعني الكتاب بتاع المنهج يعني. تمام، فده اللي بنحل من خلاله الاسئله. يعني هو هتلاقوه في الاول ما تفتحوه حاجه بالمنظر ده، فهو بيقول لك ايه البروتوكولز الموجوده، فهتبص هنا على كل البروتوكولز الموجوده وتشوف ايه اللي موجود منهم. طب بدل ما ابص على كل ده امسك بروتوكول من اللي كانوا ظاهرين في السؤال واكتبهم في الفلتر، لو طلع لك حاجه في الفريمز هنا يبقى هو موجود، لو ما طلعش خلاص مثلا يعني.
لما يقول لك الديفرنس بتوين تو تايمز يعني مثلا HTTP لو عملنا فلتر ده هتلاقوا ده الجيت ريكوست اللي احنا كنا لسه شايفينه وده ريسبونس. بس هنا دي ديتا مش طالعه من جهازي، دي كانت طالعه من جهازهم هم وعملوا لها سيف. اوكي فتلاقوا هنا مثلا السورس والديستنيشن اي بي مختلفين عن اللي انا كنت مطلعه لكم من شويه. بس طبعا كملاحظه سريعه هتعرفوا ان الديستنيشن اي بي ده هو نفس اللي احنا شفناه مع بعض لان هو نفس الويب سيرفر يعني. اوكي انما اللي اختلف اللي هو بتاع الجهاز اللي مطلع الريكوست. اوكي فيبقى وانتم بتحلوا الكويز هتحلوا من خلال الفايل ده مش من خلال كابتشر انتم عاملينه على جهازكم. هل البوينت وصلت ولا ايه؟ تمام تمام. حد ما فهمش اللي انا قلته او محتاج اي حاجه نقولها؟ انا عايز اعرف ده ليه. اعرف ايه؟ هننزل الفايل ده ليه؟ ده عشان تاني احنا المفروض كل معمل هنشتغله هنكون بنحل الكويز على الال ام اس. ده كويز مش بمعنى اختبار قد ما معنى ان هو كانه اسايمنت. تمام حاجه لاب ريبورت يعني. فاحنا الكويز ده بيتصحح اوتوماتيك يعني ام سي كيو مثلا اسئله ام سي كيو او اجابات صغيره او وات ايفر. فعشان يتصحح اوتوماتيك لازم نوحد الاجابات. فانا لو عملت كابتشر عندي على الجهاز وانت عملت كابتشر عندك على الجهاز مثلا وبقول لك هات السندر اي بي مش بتاعي هيبقى غير بتاعك هيبقى مختلف. فازاي هنوحد الاجابات؟ فبنوحدها من خلال الفايل ده ان احنا لما نيجي نشوف بدل ما نعمل كابتشر على الكمبيوتر بتاعنا بنفتح التريس فايل اللي انا حطها على ال ام اس ده وتحل من خلاله الاسئله. كده وصلت ولا ايه؟ اه تمام تمام. طيب حد عنده اي سؤال تاني؟ انا اتسال في الحاجات دي في امتحان الميد ترم او الفاينل عموما يعني. مش هتتسأل بمعنى انك تشتغل على الواير شارك بس هي الكونسبت نفسها هي اللي انتوا هتبقوا واخدينها في المنهج يعني. مش يعني اللاب ما فيهوش حاجه زياده عن المنهج هي نفس اللي بناخده في المنهج بس بنعمله بشكل عملي في المعمل اكتر. فالكونسبت كلها اه هتتسأل عنها. تمام. طب هو ممكن عليك تبعتي السلايدز اللي كنتي بتشرحي منها؟ تمام ما فيش مشكله ممكن احطها لكم على التيمز في الفايلز يعني. تمام بس لو سمحتي هو بعمل ازاي اد الفايل اللي هو الموجود على ال ام اس؟ بص يعني انت على ال ام اس هتعمل له داونلود كده اوكي وبعدين هتيجي في الواير شارك هتعمل فايل اوبن بعدين تختار وانا هختار اللي عندي دلوقتي بس هو يعني المفروض لو انت هتعمل داونلود هتلاقيه في الداونلودز بقى. تمام يعني ايا كان هو فين هتروح لمكانه وتدبل كليك عليه فهيتفتح يعني. تمام شكرا. تمام زي كانك بتفتح وورد فايل جاهز بدل ما بتكريت وورد فايل جديد مثلا او اي برنامج يعني. تمام انا عايزه افكركم بس بكام حاجه كده بالنسبه اللي هو الكويز ده. انت اول ما تفتحه هيبقى كل البيانات موجوده عندكم هنا. هيقول لك ان الاتمبتس الاود 2 يعني انت مسموح لك تعمل الكويز ده مرتين بس عشان لو غلطت او حاجه وحابب تعدل او وات ايفر فهيبقى مسموح لك 2 اتمبتس. الاتمبت الواحده عباره عن 6 ساعات. تمام ف يعني محدش يفتح الكويز ويقول هبقى اكمله بكره لا يعني نكمله في قاعده واحده وست ساعات يعني is more than enough المفروض ما ياخدش منكم ساعه يعني ده لو انتوا طولتوا قوي يعني. وامتى مفتوح وامتى هيتقفل وامتى هيتقفل دي انا قلتها في اول المعمل ان احنا هيبقى اي كويز هيبقى متاح لغايه لما نبقى بنقفل المعمل اللي بعده. يعني في الحاله العاديه هيبقى من اول ما اول مره لاب 2 يتاخد مثلا لغايه لما لاب 3 يبقى اول مره يتاخد. ليه؟ لان احنا بنشتغل اسبوع اسبوع. انا مش عايز اقول اسبوعين عشان في ناس هتبقى قدامها اسبوع واحد اللي هم الناس اللي هياخدوا في تاني اسبوع هيبقى قدامهم اسبوع واحد لغايه لما يتقفل الكويز ده. تمام فاهمني ولا ايه؟ anyway يعني كده كده اول ما تاخدوا المعمل ابقوا بصوا على الكويز ده هيتقفل امتى ولازم تعملوا له سبمشن قبل ما يتقفل. اوكي يعني اسبوع يعني الكويز ده هيبقى اول اسبوع والاسبوع واحد بس وبعد كده هو اسبوع بس من بعد المعمل بتاعنا صح كده؟ اللاب 1 ايفالويشن ده هيبقى متاح لغايه الاربع اللي بعد الجاي فهو اسبوع وكذا يوم يعني ثلاث ايام ولا حاجه. بعد كده الاربع اللي بعد الجاي ده هنفتح لاب 2 هيتقفل بعدها باسبوعين. تمام بس اكشلي لاب 2 ده في ناس هتكون بتاخده الاسبوع الثاني مش الاولاني عشان بتحضره فردي وزوجي. اوكي السكشن اللي هي انتوا اول ما تاخدوا المعمل ادخلوا شوفوا امتى بيقفل عشان تعملوه قبل ما يقفل. يعني كده مفيش لاب الاسبوع الجاي؟ لا مفيش لاب الاسبوع ده مفيش يعني مفيش الاربع ده بس الاسبوع اللي بعده ان شاء الله يكون اللاب في الكليه اتظبط ونشتغل ان شاء الله.
تمام. طب هو اللي جاي ده حضرتك اللاب 1 ولا لاب 2؟ اللي هناخده المره الجايه هيبقى لاب 2. تمام يعني لاب 1 كده المره دي النهارده احنا اخدناه. طب باشمهندس معلش سؤال بس. اه ده كده خلص ومطلوب منكم ان انتوا تعملوا الكويز ده قبل 16 مارس. اه اتفضل. هو كده ده المفروض لاب 1 للدفعه كلها، بعد كده هتبقى ماشيه سكاشن. مظبوط. اه هتبقى ماشيه سكاشن وهتبقى ماشيه فردي وزوجي، يعني بتحضروا مره كل اسبوعين. تمام الشغل. تمام. طيب حد عنده اي سؤال تاني؟ يا باشمهندس معلش. الاسئله اللي في البي دي اف دي هي الاسئله اللي على ال ام اس؟ هي نفسها، بس انت لو اشتغلت من ال ام اس على طول هتوفر وقتك شويه يعني. بس البي دي اف ممكن يبقى فيه شويه انترو في الاول لو انت مش مجمع تساعدك يعني. تمام. يا باشمهندس هو انا لازم اكون واصل بالانترنت عشان حد تاني بيسال سؤال. الو لا لو انت عشان تحل عشان تحل الكويز انت هتشتغل على تريس فايل، فلو هو عندك على الجهاز مش لازم تبقى واصل بالانترنت، بس ان جنرال لو انت عايز تلعب وتجرب وبتاع تبقى واصل على الانترنت عشان يطلع لك يعني فريمز. تمام. هو في انترنت هيكون في اللاب صح؟ تمام. بتاع الكليه المفروض ان شاء الله هيبقى فيه انترنت، وهنحط التريس فايلز برضو عشان لو انتوا عايزين تشتغلوا منها دايركتلي لو بتحلوا الكويز في نفس وقت اللاب يعني. تمام شكرا. تمام العفو. حد عنده اي سؤال تاني؟ شكرا يا دكتور. شكرا يا العفو. طيب تمام اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم. باشمهندسة. لا اتفضل. احنا نجيب اللاب معنا المعمل ولا في اجهزة في الكلية؟ المفروض في اجهزة لو حد حابب يشتغل على الكمبيوتر بتاعه متاح يعني عادي مفيش مشكلة لو انت حابب تشتغل على بتاعك. تمام ماشي. تمام. باشمهندسة هو في سكاشن الاسبوع ده مش كده؟ السكاشن شغال عادي يوم ان شاء الله. تمام. وحضرتك هتدي السكاشن ولا مين؟ انا وباشمهندسه نهى. تمام. طب باشمهندسه هيكون عليها اتندنس ولا لا؟ الاتندنس انا كنت قلت في الاول في المعامل وفي السكيشن هنريكورد الاتندنس بس ما ليهوش درجات. تمام شكرا. تمام. امشي. طيب تمام توفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام.